يلا حبيباتي، ها العبايا راه مازال ما تخيطاتش. ديرها واحده اخرى، هذه كاينه عندي في المحل اللي بيع. شفتوا العبايه كي دايره؟ غتجي على هذا الشكل هذا. ها الباندا اللي قلت لكم، هذه هي الباندا اللي قلت لكم، شتيها؟ هذه هي اللي فصلت، وهذيك الاضافه اللي كنزيدو ها هي. شتي كيفاش كتجي؟ كتجي على هذا الشكل، كتجي من الكتف للكتف. نحيدوا الخويطات، الخويطات هي الخويطات. صراحه هادوك درتهم زوينين. وبالنسبه لكم، ها اللعيبه اللي كاينه في لكم، شفتوا البنات لكم راه طويله، شفتوا كيجي فيني. غنشارك معكم ان شاء الله الخياطه ديال هاد لكم. هذا كيجي طويول، هو مخزنيه ولكن لكم طويل. وها السيفه ان شاء الله اللي غنخدم بها. هذه انا خديتها خديتها هكا، والله ما عرفت شحال، ما بقيتش شحال خديتها فيها، بقينا شي 12 متر. هذه كدار في الكسيوات، كدار في كل شيء، كتجي هنا في الكميمات، كتجي في الكرش، تجي في الحزام. المهم انا خديتها، درتها في عبايات، درتها في الالوان. نجيب معكم اللوينات. صافي البنات، عندي عبايه كيف ما قلت لكم خزانيه. المهم نخدمها بواحد الطريقه نتوما تشوفوا. خديت الثوب ديالي، تنيتو على زوج. هذه راه الحاشيه ديال الطول، شديتها بالفنيت. وهنايا راه العرض، راه فيه متر ونص. المهم التصوير ما يبانش كلشي حيت الطبله كبيره. غادي نحط الثوب على هذا الشكل هذا، وغنجيب البلاصه المسدوده عند البلاصه المحلوله، ما غنخلي لا سنتيم لا حتى حاجه، غنخلي واحد سنتيم صافي ابار الحاشيه على هذا الشكل هذا. غنخلي واحد سنتيم ابار الحاشيه، يعني ما كنخليش العبار ديال الباندا ولا شي حاجه. الباندا غادي غنخدموا بها معزوله. المهم نقاد الثوب ديالي كامل ورجعوا. كيف ما كتشوفوا هاد الثوب ديالنا مقاد. بالنسبه للطويه هذه كنخدموا بها جلابه ولا العبايه مخزانيه، كنخدم بها يعني جلابه ديال السفيفه ولكن مخزانيه. ممكن نخدم بها اي حاجه مخزانيه مزيان. حاجه اخرى عاوتاني هو انه نقدر نخدم بها جلابه ديال البنيات الصغار. واضح؟ نبداو على بركه الله. غنبدا من هذا الفوق هذا، غادي نقاد الثوب ديالي وغادي نبدا الكورساج ديالي عادي. نحاول نقرب شويه. بالنسبه لهذه راه ما كتعطيش العرض بزاف لتحت، ولكن كتجي زوينه. غنبدا من هذه البلاصه هذه، غادي ندخل ب 8، غادي نهبط بجوج وغنطيح، غادي نقور. غادي نحط النص في الكتاف عندها 20، وغادي نزيد ليها 14. البنات هاد العبايه راه كتجي زوينه مزيان. غادي نهبط نهبط هنايا ب 4 سنتيم، وغندي هاد النقطه لعند هادي. ودائما ما تنساوش ليا العلامه. قدو هاد التليفون، هذا هو معدب حياتي، هو التليفون. غادي نهبط بارتفاع الامام، كليانه عندها 40. غادي نعاود نحط هنا 40، غنحط عليها اش دوره الصدر مقسمه، دوره الصدر مقسمه على 4 زائد مقسمه على 4، ما غنزيد لها واحد حتى حاجه، انتم تشوفوا علاش. عندها 122 مقسمه على جوج، 231.5 122. شوفوا البنات ملي كيكون عندي اونص ياك 61، عطاتني 61، غنعاود نقسم 61. ملي كتكون عندي مثلا 26 اونص، بحال دابا عندي 30 اونص، يعني غنخدم لها بواحد وثلاثين. غنحط 31 ها هي مزيان هكداك. غادي ننزل ب 15، غنجي لهنا وغنهبط ب 15 ها هي. كنعاود نقطه اخرى باش ما يكونش عندي الخط معوج، وغادي نحط لها دوره الحوض مقسمه على 4 زائد 1. البنات الكليانه هذه الا كان عندها الحوض بزاف، راه هاد الطويه ديال الثوب راه ما غتليقش ليا. عندها 137، 137 ايوا. نشوفوا حنا وزهرنا 137 نقسمها على 2، 69 نعاود نقسم على 4، عطاتها 5 وقولي 34 ونص. غنحط ليها 34، يعني راه خاص هنا فين نزيد باقي العرض. صافي وغنجي للفوق وغندير العرض ديالي، عندي الطول ديالي عفوا ماشي العرض. السيده كتلبس 142، 142. المهم نحاول نقد شويه السيبوره
142 نشدها من الفوق حتى لتحت 142. المهم شوف البنات انا قلبت لكم، انا راه في الاول غلط، كنت باغا ندير عندها المخزنيه ودرت ليها عاديه. المهم هذا ما نساوه، غنجي للوسط وغنطلع بواحد 5 سنتيم بحال هكذا. صافي هذا هو الطول ديالي، هذا هو الطول ديالي. دابا غادي نعاودوا نرجعوا للفوق. يلا البنات غنجي لهنا وغادي نهبط ب 26. كنتي غليظه هبطي بكثر 26. غادي نسطرها ها هي، غنجي لهاد البلاصه هادي وغادي نخرج بخمسه ولا اربعه. انا غندير لها هنايا اربعه، وهنايا راه نورمالمون خصني نزيد واحد شويه، ولكن صراحه ما عنديش العرض. المهم نشوف كيفاش غندير ليها. الاح بسم الله، غنجي لهنا وغندخل واحد شويه وغادي نخرج، غنخرج اللي عند هاد النقطه هادي صافي، وغادي نحاول نحل هنا الجناب، غنحل هي الجناب وغنهبط مباشره لتحت. صافي هذه هي الفصالة ديالنا، كنتمنى يكون الشرح واضح. نوريكم الطريقة ديال القطيع، هذه كيف ما قلت لكم عاد هي بالبندا، راه باغي غير دار البندا في القدام. كنتي باغا تزيدي هاد سنتيم زيدي، حنا غنحيدو، غنجي لهاد البليصة هادي وغنحاول ندور هي شوية هاكا تبيني. باين هنا غادي نحاول أنني نحلو هاد البلاصة، غادي غنحلها صراحة. مكرهتش كون كان عندي التوب كتر مزيان، الجهة عريضة كتر من هكدا. المهم نهبط، نهبط مع هاد الفتحه هادي حتى لتحت مع هاد الجنب، حاولوا باش ما تخسروش الثوب ديالكم هنايا وما تجريش. دخلي المقاس بين جوج هادو، صافي غنبقى بهاد الطريقه هادي كنوصل لتحت. كان جلابه البنات، جلابه السفيفه ولوغلي وداكشي، راه غتزيدي العبره العطفه. انا هنا عندي غير عندي عبايه عاديه، المهم نزيد لها واحد شويه، انا زايده لها الطول. فوالا مزيان. ايوا هادي الجلابه ديالنا، العبايه ديالنا، غادي نفكو الظهر على الامام. باقي عندنا اضافات غنديروهم على الامام، نحيد الظهر. دائما كنطراسي على الظهر، ما كنطراسيوش على الامام. ايوا جو معايا لهاد الامام هذا، غندير لكم الدخه بهاد التليفون هذا. زيد نجي لهنايا نجي ليه بحال هكذا، هذا هو الكول ديالي. الكول كتكون فيه واحد التخطيط، واحد التقويره شويه ماشي عاديه. يلا بسم الله. شوف البنات المهم غديري واحد العبار ياك، تقريبا انا صراحه كنديرها عيني ميزاني تقريبا 20، نديرو 20، نقدر نزيد على 20 وغنمشي ديريكت. شوف ها هادي هي، هادي فين ما عندك العبايه كتخدميها بهذا الشكل هذا صافي، كتمشي ديريكت. كنتي باغا الباندا لاصقه يعني غير هنا، راه كتنقصي العباره ديال الباندا، كتنقصي مثلا ديك 4 سنتيم ولا 3 سنتيم. هادشي الا كنتي باغا تلصقي الباندا في الكتف، كنتي باغا الباندا دايره على الكول راه ما كتنقصي حتى حاجه، حدك كتقوري هاد البلاصه هادي. واضح؟ غادي نقسم على جوج ياك، وغادي ندير بحال شوفوا، ماشي غندخل غنخرج بواحد سنتيم وغندير ليها بحال هكذا، كتجي خارجه ماشي داخله، كتجي خارجه وغادي نقور.
بطبيعه الحال الحاشيه راه كتقطع. هاد الحاشيه هادي ياك، هاد الحاشيه هادي راه كنقطعوها بالسرجي، هادي راه ما كنخلوهاش. صافي هذا هو هادشي اللي عندنا مهم. غادي نجي لهاد البلاصه هادي بس هنايا، هنا راه ديجا كنا ديجا راه عابرينو، عندنا فيه 26 نقص واحد يعني هي 25. 25 هي بنش باش غنخدم، باش غنخدم هذا، باش غنخدم اسمهم الكمام. ولكن قبل ما نخدم الكمام، اهم حاجه غادي نديرها هو انني غادي نحيد الباندات. الباندات هما الاولين البنات، عندكم باش توصلوا الكمام الباندات هما الاولين، على ديك الساعه كتمشي للكمام. قبل ما نجمع كنجمع شغلي، كتحيدي الدار، كتحيدي الامام باش ما تمشيش تقطعي منهم الكمام، كتحيديهم حطيهم على جنب وندوزو للمرحله الاخرى ديال الكميمات. ندوزو للثوب اللي بقى لينا. كيف ما قلت لكم ما غنحيدش الكمام، غنحيد الباندات. الثوب كنتني على هذا الشكل ياك، غادي نشدو غنحلو. الا كان الثوب كيتجبد البنات فصلوا الباندات، راه حطها في القناه فصلوها من الثوب. انا هذا واخا كان كيتجبش بزاف، ولكن انا واخا كيتجبد شويه، هذا راه روزه كريب روزه، غنعرف كيفاش نخدمو. غادي نجي لهاد الجهه هادي المقاده هنا، هنا مناش كنخرج الباندات، ما كنخرجهاش من الفوق، ما كنخرجهاش من البلاصه اللي شاطت ليا من 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 التحت. من هنا مناش غنخرجها، حيت هنا مقاد وقطع مقاد. انتي كتحكمي في العرض ديال الباندا شحال بغيتي، ما تكونش كبيره بزاف وما تكونش عاوتاني صغيره بزاف. المهم ندير فيها هذيك تسعود 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 ولا 8 ولا المهم ندير تسعود. تسعود تجي زوينه، ندير تسعود باش نعطيني شويه ديال العرض، شويه ماشي بزاف. تسعود يعني ندير تسعود في تسعود، ندير 10 ندير تسعود، ندير تسعود في تسعود 18 يعني 18 هي هذيك 18 البنات. هاد لهاد المرحله بدات تراسيوها نتوما، ما ديروش هادشي اللي كندير انا، انا راه غنعرف نقطعها. بالنسبه للفصاله كديها شويه ديال التركيز، راه ما صعيباش بزاف، خاصه كاين شي موديلات ما صعبش، كاين اللي صعيب وكاين اللي لا، على حساب. من الاحسن نتوما سطرو ياك، عرفتي علاش؟ راه الا مشى طاب الديكرا ليك الثوب مشى كلشي، حيت الباندا الباندا باش كتعرفيها واش زوين مقاده ولا ما مقاداش، ملي كتني بحال هكا تبي تسرجيها خاصها يطيح لك الطرف على خوه، ما خصهاش تبدا تعوج لك. الا كتعوج يعني تعرفي بانه راه بدليها، ما تحميهاش هكا، هي مقاده. وشوفوا شوف شي علاش عبري وتراسي، وحده ديال اليمين وحده اليسر، وخصنا واحد الطريف صغير غادي يدار في الدار، غنديرو معكم وان شاء الله غنشارك معكم الخياطه ديالها غال فيديو في صاله ورا الخياطه ان شاء الله. غنجي لهنايا غادي نخلي ثوبي على هذا الشكل هذا، غادي البلاصه المسدوده غنخليها ليه، وغنجيب البلاصه المحلوله عندي وغادي نطوي. اوبس قدو هذا الخير هذا مزيان. غادي نجيب البلاصه المحلوله غنديها عند البلاصه المسدوده بحال هكذا. انا باغا ندير الباندا وباغا ندير داك واحد السفيفه، واحد طونتيل غنديرو في اليد. المهم نشارك معكم ان شاء الله كلشي. شحال قلنا؟ قلنا 25 البنات، كنطوي 25، غنطوي 25، غنطوي 25 كيف ما قلت لكم. هذا راه كريب روزا، كريب روزا. غادي نهبط نشوف واش عندي 25 ولا لا. هنا ما كاين لا هبط لا طلع، هنا غادي نعبر 25. ها هي كاينه كاع اكثر من 25، كطوي 25 صافي باش كيبقى لك الثوب يبقى صافي. اما هو واخا بقى ما عندي ما ندير به. هنا واقيلا راه كميه الثوب والله ما عطاش جوج اونس ولا ثلاثه، صراحه ما عبرتهاش، ولكن جوج اونس مخرجه لي، جوج اونس مخرجه لي كعبايه. المهم ما علينا. غادي نعبر هنايا 25، منين جبت 25 جبتها من هاد الهبطه ديال الكتف. غادي نجي لهنا غنقاد ثوبي، قاد ثوبي مزيان، غادي نهبط بربعة سنتيم وغنطيح الكتف.
البنات 4 سنتيم راه ماشي في البلاصه المسدوده، في البلاصه المحلوله. وغنطيح الكتف وغادي نخرج 14 سنتيم ديالاش ديال التطيحه باش طيحت الكتف. منين حطيت نصف الكتف زدت 14 سنتيم، 14 سنتيم زدتي 16 ديري 16. انا درت 14 ها هي. وغادي الكليه انا كتلبس الطول ديالكم 53 غنقص منها شي حاجه شي 6 هكاك باش نديرها باندا. شحال قلنا 53 غادي ندير 49 غنخدم 49. غنجي لهنا غادي ندير باغا العرض غندير ليها 24 نديرو 23 نديرو 23 مزيانه ما يجيش عريض بزاف. هاد البلاصه هادي كتعبري هنايا هاد العرض اللي نتي باغا وكتقسميه على جوج وكتزيدي واحد الخياطه وغندي هاد النقطه عند هادي. المهم هاد العبارات هادو تقريبا راه يعني زوينين. خرجنا 14 من لكم عندكم البنات ردوا البال هاد المرحله هادي لكم راه مقسوم على 3 14 راه زايده في الكتف من هنا لهنا ديال لكم زائد واحد البانطا راه نقص العبار ديالها وغادي نقطع. ديال المخزاني باقي لا غير حاجه وحده البنات ردوا البال لا تنوضوا تخيطوا هنا بلاصت هنا راه الكل ديال المخزاني الكم ناريه البنات عرفتي فمي ولا كي هاكي هاكي يدخل ويخرج. الكم ديال المخزاني راه كيكون هكا كيكون مقنت والتحت راه كيكون غادي ديريكت هاك داك مزيان. دابا غادي ندوز الباندا. الباندا اللي كدار في هنايا في اليد غنفصلها من هاد البلاصه هادي تلمس هاد البلاصه هادي ما غتقدني الصراحه. المهم نشوف الا كانت تقدني راه مزيانه الا كانت هادي غتقدني راه مزيانه. غادي نجيب واحد لكم وغادي نسرحو هلا هذا المينوال مزيانه شتي ها هي قاده هكاك غادي نخليه هكا مسدود. البنطال البنات ديال العبايه كتكون مسدوده بحال هكذا. بالنسبه للطول كيف ما قلت لكم الطول ديال لكم المسافه لكم وبالنسبه للعرض هذاك الشيء اللي انت خاصك في لكم زائد شي بركه ديال الخياطه زائد شي 2 سنتيم هكا ولا 3 الخياطه. السيده عندها 53 انا غنعبر بهاد الطريقه هذه. السيده عندها 53 انا جاني بانه غيجي مزيان 53 درت انا 49 درت 49 53 فين هي لا 49 49 49 53 المهم ندير ليها 57 ندير ليها 58 مع الخياطه ومع اسمو يلا يلا تجي مزيانه تسعود. المهم نتوما ردوا البال البنات لهاد المرحله هذه من الاحسن ديروا لي السياج 8 نديرها 8 من الاحسن ديروا لي السياج. السياج هو انك كتجمعي البياسه ياك هادي كتجي السيده كتبقي اجي نقول لكم فراسكم واش العبايه ما فيهاش البانطا ايش عيبيت ما فيهاش البانطا عتي علاش باغا ندير لها السفيفه. ايوا اجي نعاودو لكم اجي نعاودو لكم حيت لكم الكم ما فيهش اسمو الكم ما فيهش البانطا فيه واحد السفيفه هاك داك. نتمنى يخرج لينا هنايا نتمنى يخرج لينا هنايا. يلا البنات غادي نعاود سوف اعيد اعيد غادي نجي لهنايا 25 مزيانه 25 يعني مزيانه ها هي. غادي نهبط هنايا بربعه شفتوا البنات شحال زوين تقطص ديال الثوب ونطيح لكم غنطيح الكتف غادي نخرج ب 14 وغندير ليها داكشي اللي عندها 14 ها هي ديال 14 ديال تطيحه الكتف عندها 53 ها هي زائد الخياطه يعني غندير لها 57 ندير لها كاع 58 نديرو كاع اكثر نديرو لالا 60 نديرو يا لالا 60 ماما اختي يجي مقد صافي. وغندير ليها 24 في العرض وغندي هاد النقطه اللي عندها هادي غنسالي البنات ونمشي نوريكم العبايه اللي اللي اصلا شافتها وعجبتها باش تعرفوني علاش كنهضر وتعرفوا علاش اسمو علاش ما غنديرش الباندا.
مليحه باش ما كان باش ما كان باش ما كان الكم طويل مزيان. اي فوالا اجي ندير لهنا حيد لنصدق مخيطك. هذا هو الكميم ديالنا. بقات لي واحد اللعيبه كدار في العنق سهله. غنديرها لكم انا طويله ياك. انا المهم انا عرفت عبارة ولكن غنديرها طويله باش تشوفوني كيفاش غنقصها وكيفاش غنخدمها. شحال درنا البنات في العرض؟ درنا 3 درنا 9 ياك. درنا 9 مسدوده. حتى هي غندير فيها 9 مسدوده ولكن غنقصها في العرض في الخياطه. 9 ياك ولا 9 محلوله ولا اش درت؟ وهي نوري 9 محلوله. 9 محلوله ودي تسعود مسدوده. قداش غتجي هادي باندا؟ غادي نزيدها كنزيدوها ملي كتكون كليانه طويله. كانت كليانه قصيره ما كنزيدوهاش. صافا البنات يلا غنوريكم العبايه كي دايره. يلا حبيباتي ها العبايه راه مازال ما تخيطاتش. ديرها واحده اخرى هادي كاينه عندي في المحل اللي بيع. شفتوا العبايه كي دايره؟ غتجي على هذا الشكل. هذا ها الباندا اللي قلت لكم. هادي هي الباندا اللي قلت لكم شتيها. هادي هي اللي فصلت وهذيك الاضافه اللي كنزيدو ها هي. شتي كيفاش كتجي؟ كتجي على هذا الشكل. كتجي من الكتف للكتف. نحيدو الخويطات. الخويطات هي الخويطات صراحه. هادوك درتهم زوينين. وبالنسبه لكم ها اللعيبه اللي كاينه في الكم. شتو البنات الكم راه طويله. شتو كيجي فيني؟ غنشارك معكم ان شاء الله الخياطه ديال هذا الكم. هذا كيجي طويول. هو مخزنيه ولكن الكم طويل. وها السيفه ان شاء الله اللي غنخدم بها. هذه انا خديتها خديتها هكا والله ما عرفت شحال مابقيتش شحال خديتها فيها. بقينا شي 12 متر. هذه كدار في الكسيوات كدار في كلشي. كتجي هنا في الكميمات كتجي في الكرش تجي في الحزام. المهم انا خديتها درتها في عبايات درتها في الالوان. نجيب معكم اللوينات نشارك معكم اللوينات الاخرين اللي درت فيها. درت حتى في النواغ ها شتي نفس الخدمه نفس الخدمه غير باش تشوفوا الفرق. نفس الخدمه نفس الموديل نفس كل شيء. ودرتها في الغوز. الغوز خطيره خطيره. شو هادو كلشي دايرهم المحل درتهم من المحل. صافي ملي جات الكليانه اصلا ديجا جايبته بها. صافي بقات ليا غادي ليا بحالها. هادشي اللي كاين البنات. ان شاء الله غنشارك معكم الخياطه. الى عجبك الفيديو شاركي يا اختي مع صحاباتك راه ما غتخسري حتى حاجه. وخلي شي كومونتير زوين بحالك. وكنبغيكم بزاف. السلام عليكم.